الله دائما وأبدا نستعين ونتوكل. تعلن بداية انطلاقة ثالث أشواطنا في هذا الصباح الجميل، لتعلن البداية الموفقة انطلاقة ثالث أشواطنا في هذا الصباح التي تحمل في طياتها سن الحقائق ومفاجآت السرعة والانطلاقات القوية والصعبة، كما فعلت الصعبة في أول أشواطنا في هذا اليوم، وكانت مشاركتها الأولى وصعبة لكل المشاركين والمتابعين. هكذا متابعين الكرام، ثالث أشواطنا وشوط الإبكار الشرايا، شوطنا الثالث والثلاثة كيلومترات التي تحمل في طياتها شعارات لأبناء القبائل، اجتمعوا في بطولة الوثبة الأولى في عام 2015-2016. بداية مع المركز الأول، قمرية من تتقدم مع المركز الأول، منطلقة كالقماري، منطلقة قمرية مع المركز الأول، انهيان بن محمد بالورع العفاري مسيطر مع قمرية مع المركز الأول. المركز الثاني القادمة مع المركز الثاني وانطلاق الظن، ناصر بن حمد بن خميس الهاشمي المركز الثالث في هذه اللحظات، المتواجدة والمتقدمة الشاهينية حمود بن حميد بن ثابت الوهيبي المركز الرابع، تقدم من شعار الرميثي، سعيد بن مطر بن محمد الرميثي مقدما لعبله الواصلة في هذه اللحظات، هو المنطلقة. المركز الخامس يأتي دور جمهرة لعمير بن سهيل بن قزول الشامسي، وسادس المراكز شرف لحمد بن راشد بن شاوي الغفلي، والمركز السابع هنالك مع الجانب الآخر تدخل لأحد الشعارات المتقدمة. المركز الثامن اللي وصلت هنالك شعارك يا البريدي مع زاخر، يا مرحبا بزاخر وشعار زاخر خالد بن عبد الهادي البريدي، وصل الشاعر في هذه اللحظات. وأيضا المتدخلة ولم نذكرها من ضمن الأسماء هنالك ريتاج الفندي بن سيف بن مبارك المزروعي، متقدم مع الأسماء الجديدة الرنانة الظاهرة من عام 2014 و2015. وهنالك أيضا مزون لمحمد بن محسن الرفادة المري، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط. العودة إلى مقدمة الشوط وإلى الكيلومتر الأخير وإلى عبلة في هذه اللحظات مسيطرة مع المركز الأول، مسيطرة مع مقدمة الشوط، معشوقة للنزاع والمنافسات. عنتر أيضا كان هو العشيق وهو الحب وهو المضحي، ولكن اليوم الرميثي، الرميثي 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 يقدم لنا عبلة مع المركز الأول، يحرك عبلة في هذه اللحظات. سعيد بن مطر بن محمد الرميثي المركز الثاني، ولكن هنا الخطر، هنا دولة الاحترام للدولة، الولاء للدولة، الناموس للدولة، دولة علي بن بطي بن حبيد الغفلي روح بالسلامات، راح بالسلامات الغفلي على غفلة وعلى أمام مرأة عيون الناس المتابعين. روح مع دولة في البطولة، لابد أن تكون الدولة هي الحاضرة. دولة تهانينا لك يا علي يا بن بطي يا بن عبيد يا الغفلي، وسلاماتنا وين هذا الصباح إلى فريج المعلة، هنالك ينقلون السلامات ولا فريج المعلة. نعم تهانينا لهم على هذا الفوز والناموس، ويستاهل الغفلي ومن قدم الدولة. المركز الثاني اللي وصلت فيه ريتاج الفندي بن سيف بن مبارك المزروعي، المركز الثالث عبلة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، المركز الرابع بنت الباز سالم بن حمد بن سالم الوهيبي، خامسا امزون محمد بن محسن
بن راشد الرفادة المري. إذا متابعينا الكرام في كل مكان دولة خاطفة ناموس البطولة في هذا الصباح، تهانينا لعلي بن عبيد بن الغفلي، علي بن بطي بن عبيد الغفلي على هذا الفوز والانتصار، من قدم دولة لتجعل الناموس موطنا لها للانتصارات والنواميس. وهكذا دولة متابعينا الكرام تسجل توقيتها الأفضل في هذا الصباح، 4:29.5 من الثانية. دولة يا دولة لتكون مع التوقيت الزمني في البطولة الأفضل في الفترة الصباحية. تهانينا لك يا علي يا بن بطي يا بن عبيد يا الغفلي، جاهم على غفلة وجاهم وهم يشوفون أيضا. تهانينا على هذا الفوز، 4:34.3 من الثانية توقيت صاحبة المركز الثاني، ألا وهي ريتاج للفندي بن سيف بن مبارك المزروعي. وثالثا 4:34.5 من الثانية توقيت عبلة. تهانينا لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي على هذا الفوز والانتصار بطولة الوثبة الأولى، تقدم المفاجآت وتقدم كل